خلص. اهلا بضيفنا الغالي، حللت اهلا ونزلت سهلا. ستفيد حلقاتنا من علومك ايها الفقيه. سمعت انك تنوي جمع تراث الليث بن سعد رحمه الله، انا في هذا خادمك ومعينك ان شاء الله يا امام. كيف تصمد هذه المخطوطات امام الزمن؟ الكثير من اوراق البردي صمدت منذ اليسريين القدماء وحتى اليوم. ان الامام الليث حدثنا بجواز الانتفاع بالجلود بعد ان تدبر فتتطهر. لابد وانه يمر على الاحواف في الطريق الى تنيس. لكنه سيف امير المؤمنين. اتق الله في الناس يغفر لك الذي لا يعبد سواه. ان صيدك الثمين قد وقع. علينا ان ندون العلم بحرص حتى اذا توقفت القلوب بقيت السطور. انا بحترمها وعارف قدرها كويس. عاوزه تتجوزي مين؟ عمري بياكل لقمته بمجهوده وتعبه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بابي انت وامي يا ابا عبد الله. اريد ان ارى ابي وقتا اكثر. لا احب ان الام في طلب العلم. سنكسر الف. انصحك ايها الفقيه بان تعيد قراءه الموطأ. تعمدني بنصحك في الفراق وجنبني النصيحه في الجماعه. جئت الى مصر واستقبلني اهلها بكرم فياض. اللهم احفظ مصر واهلها واجعل امه الاسلام في رباط الى يوم الدين. رساله الامام في رمضان على قناه مصر الاولى.